السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكون القسط، منار التربية الإسلامية، المستوى الخامس، الأسبوع العاشر، الصفحة 25. لا أغش، قصة صبرة الطعام، على بركة الله. إذن هذه هي الصفحة 25. إذن من الناس من يسلك أساليب الغش والخداع لتحقيق أهدافه، ما أثر ذلك على الفرد والمجتمع؟ إذن ما أثر الغش على الفرد والمجتمع؟ إذن الغش يخرج أو يخرج يفرق أجيالا فاشلة غير قادرة على تحمل المسؤولية. عفوا، المسؤولية، نصحح، المسؤولية. إذن الغش يخرج أجيالا فاشلة غير قادرة على تحمل المسؤولية. الغش يولد ضعف الثقة بين أفراد المجتمع، لا تبقى ثقة، لا تستقر هذه الثقة، لأن الغش أصبح سائلا. والغش مصدر انتشار الأمراض والأوبئة الاجتماعية الناتجة عن ممارسات خسيسة في المعاملات التجارية. يعني هذه الأمراض، أن الناس تغش في المواد الغذائية، في المبيدات التي تختلط بالمواد الغذائية، يعني تصبح الأمور غير صحية. مصدر انتشار الأمراض والأوبئة الاجتماعية الناتجة عن ممارسات خسيسة في المعاملات التجارية والمهن الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية والصناعية والخدماتية. تسهم هذا الغش تسهم في تخلف المجتمع عن مواكبة ركب الحضارة والتقدم. إذ تشهد المهارات الفردية والكفاءات العلمية والتكنولوجية انحدارا وتقهقرا، فالغش سيعم مختلف ميادين الحياة. إذا نكمل. أتأمل، أقرأ وأتأمل. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سورة المطففين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، مر على صبرة طعام، أي على كومة من الطعام معروضة للبيع، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فأحس بالبلل في أصابعه، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني يقصد أن الأمطار قد أصابته، أصابته السماء، أي السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. إذا صبرة قومة من الطعام، أصابته السماء، أصابه المطر، غش، خدع. لنكمل. اذكر صفتي المطففين في الآية الكريمة. إذا هذه الآية تقول: ويل للمطففين. من هم هؤلاء المطففين؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، هذه صفة، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون، هاته صفتان. فنشرحها الآن. من صفات المطففين أنهم إذا اكتالوا، أي اشتروا من الناس، يستوفون حقهم، أي يأخذون حقهم وافيين. يعني أن هاد المطففين إلا بغاو يشريو، هما اللي يشريو السلعة، يشريو هاد المواد، كيطلبوا من الناس أنهم يوفيوا الميزان باش ما يضيعوهمش، أي يأخذوا حقهم وافيا، ولا يرضون أن ينقص الناس عليهم شيئا في الميزان. هادي مين يبغيو، هما اللي يبغيو يشريو. ولكن إذا الصفة الثانية، وعندما يكتالون ويوزنون للناس، ولكن إلا بغاو هما يبيعوا ويوزنوا هما للناس، كانوا يبخسون أو يبخسون الميزان، وكانوا ينقصون الوزن والمكيال للناس، ولا يعطوهم حقهم وافيا. يعني كأن هؤلاء المطففين
أن لهم ميزانين، ميزان يشترون به وميزان يبيعون به، ميزان يشترون به ليغشوا البائع، وميزان يبيعون به ليغشوا المشتري. إذا عما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الطعام؟ إذا سأله صلى الله عليه وسلم عن البلل الذي أصاب الطعام. قال له: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا البلل؟ ما هذا الماء الذي أحس به في أسفل الطعام؟ سأله عن البلل. إذا بما أجاب صاحب الطعام وعما نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا أخبره صاحب الطعام أن البلل بسبب المطر. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا. إذا ماذا علمه؟ قال له: نهاه صلى الله عليه وسلم عن الغش، وأنه يجب عليه إخبار الناس بعيوب السلعة وأن لا يغشهم، أي أن الناس يروا فقط ظاهر السلعة. مثلا أن رجلا يريد أن يبيع تمرا، فيضع التمر الجيد في أعلى الصندوق، والتمر الرديء يعني أسفل التمر الجيد. فعندما يبيع لك هذه السلعة يبيعها بثمن الجيد، فأنت تشتري التمر فتأخذ الجيد والرديء، فهذا غش. فلهذا قال له صلى الله عليه وسلم، فقال له: اجعل هذا الطعام المبلل فوق الطعام حتى يراه الناس، حتى لا تخدعهم. إذا أبني مواقفي. الغش ظاهرة اجتماعية خطيرة، وخلق ذميم يقوم على الخيانة والخداع. ألتزم باجتنابه لما له من نتائج وخيمة على الفرد والمجتمع. نعم، إذا الغش هو ظاهرة اجتماعية. ليس الغش فقط في البيع والشراء، في السلع، في المواد الغذائية، قد يكون الغش في العمل. في العمل يعني أنت تأخذ أجرة على عملك، ولكن لأنك لا تقوم به على ما يجب، كما يجب، وكما يعني تستحق تلك الأجرة، فهذا كذلك غش. الغش ليس فقط في البيع والشراء. إذا وظف تعلماتي أنقل إلى دفتري وأصل. إذا يؤدي الغش إلى ماذا؟ يؤدي الغش إلى رفع البركة من الرزق. نعم، يؤدي الغش إلى رفع البركة من الرزق. حتى ولو ربحت ملايين دراهم فلا بركة فيها إن كان مصدرها هو الغش. إذا يؤدي الغش إلى إشاعة البغض والكراهية. نعم، يؤدي إلى الغشاش لا يحبه الناس. يؤدي الغش إلى أكل أموال الناس بالباطل. نعم صحيح. هل الغش يحترم حقوق الناس؟ لا بطبيعة الحال. إذا الأجوبة هي كالتالي: يؤدي الغش إلى رفع بركة الرزق، يؤدي الغش إلى إشاعة البغض، يؤدي الغش إلى أكل أموال الناس بالباطل. إذا أقوم وأدعم تعلماتي. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغش، أستدل على ذلك فأكتبه الحديث الذي رأينا. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. الحديث الذي رأينا. نعم، أذكر بعض أضرار الغش. ما هي أضرار الغش؟ إذن أن أول أضرار هو أنه براءة النبي صلى الله عليه وسلم من مرتكب جريمة الغش. من غش فليس مني. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا الغشاش، وقال له: أنت لست مني، أنت لست مسلما، أنت لا تتبع أوامري وأوامر الله أولا. إذن الغاش بعيد عن الناس، بعيد عن الله. الغش في أكل أموال الناس بالباطل.
هذه أضرار. الغاش متهاون بنظر الله إليه، إذا أن هذا الغشاش يتهاون، يقول أن الله لا ينظر إليه، كأن الله، وحاشا أن يكون الله لا ينظر إليه، والله رقيب حكيم عليم بكل شيء، ولكن هو عندما يغش فهو يتهاون برقابة الله سبحانه وتعالى. الغاش ممحوق في ممحوق البركة، يعني رفع الله البركة من رزقه كما سلف الذكر. الغش خيانة للأمانة التي كلف الإنسان بحملها. اللهم اجعلنا من الصادقين، وجنبنا الغش والغشاشين. نعم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.